بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معادنا مع درس جديد بخصوص الأندرويد، هنتعلم فيه مع بعض إزاي نظهر شاشة الأندرويد على شاشة الكمبيوتر بتاعنا، بحيث مثلا لو في ناس مننا عندها مثلا قنوات على اليوتيوب أو مثلا بتعمل شروحات أو دروس زي اللي أنا بشرحها كده، وحابب إن هو يظهر شاشة الأندرويد بتاعه على شاشة الكمبيوتر بحيث إن هو يقدر يشرح درس أو يشرح تطبيق أو لعبة أو أي حاجة. فمن خلال الدرس بتاع النهاردة هنتعلم إزاي نظهر شاشة الأندرويد على شاشة الكمبيوتر، تمام؟ مبدئيا بس عايزكم تركزوا معايا قوي، لان الموضوع يعني هنستخدم فيه اكتر من برنامج، تمام؟ يعني احنا هنستخدم في الطريقه النهارده اكتر من برنامج، هنستخدم 3 برامج، فعايز يكون الناس مركزين معايا قوي في الشرح. اول حاجه انت هتروح تحمل برنامج الجافا للكمبيوتر، برنامج الجافا، تمام؟ طبعا كل الروابط والمواقع واللينكات التحميل كل حاجه هتكون موجوده تحت الفيديو في رابط الموضوع على موقع اوريجينال سوفت وير، تمام؟ انت اول حاجه هتحمل برنامج الجافا فور ويندوز، هتدوس هنا على داونلود بمساحه 28 ميجا، تمام؟ بعد كده هتحمل البرنامج دوت اسمه درويد اد سكرين، تمام؟ حمل اي تطبيق من دول، هم الثلاثه نفس البرنامج لكن اصدارات مختلفه. انا عن نفسي استخدمت الاصدار الاخير اللي هو داونلود الازرق، تمام؟ يبقى انا هحمل الجافا وحولت وحملت اسف حملت درويد اد سكرين، تمام؟ وبعد كده هروح احمل الاندرويد اس دي كي، تمام؟ ده الموقع بتاعه، تنزل تحت شويه لحد ما تلاقي زي جدول كده، تمام؟ هتحمل هنا اللي هي ديت ويندوز انستولر اس دي كي تولز، تمام؟ شايفين اس دي كي تولز ديت دي اللي احنا هنحملها اللي هي ويندوز، تمام؟ هتدوس هنا ويبدا يحمل معاك. يبقى احنا هنحمل 3 حاجات، هنحمل الجافا وهنحمل الدرويد اد سكرين، تمام؟ اي واحده من دول، وهنحمل الاس دي كي تولز، تمام؟ تمام. في برضه حاجة تانية هنحملها أخيرة، هي الملف دوت اسمه abd-shell، تمام؟ abd-shell أو abd.exe. هنحمل ال4 حاجات دول وهنحطهم في فولدر واحد، تمام؟ يبقى احنا هنحمل ال4 حاجات دول وهنحطهم في فولدر واحد مع بعض. أنا هنا عندي الفولدر دوت حاطط فيه الحاجات اللي أنا حملتها كلها، زي ما احنا شايفين دي متطلبات الدرس، كل لينكات التحميل هتكون موجودة تحت الفيديو زي ما قلت، تمام؟ طبعا أول حاجة هتسطب الجافا، هتاخدهم بالترتيب كده زي ما أنا بقول لك، أهم حاجة إنك تاخدهم بالترتيب. اول حاجه هتسطب برنامج الجافا، تمام؟ بعد كده هتسطب برنامج الاس دي كي تولز، تمام؟ اللي هو بالمنظر دوت. بعد كده بعد ما هتسطب الجافا والاس دي كي تولز هتعمل ريستارت للكمبيوتر بتاعك، تمام؟ مهم جدا انك تعمل ريستارت بعد ما تسطب البرنامجين دول عشان ما تقابلكش مشاكل في الخطوات اللي جايه بعد كده. طبعا احنا برده كنا حملنا اللي هو الدرويد اد سكرين، طبعا انت بعد ما هتسطب الجافا هيكون عندك الدرويد اد سكرين بالمنظر دوت واخد شكل الجافا، تمام؟ بحيث ان هو برنامج جافا يفتح معاك على طول اول ما تدوس عليه، تمام؟ اما الملف المضغوط ده اللي هو adb.exe اللي احنا حملناه في الاخر ده هنستخدمه برده على طول، تمام؟ طبعا هتحتاج كابل يو اس بي عشان توصله بالاندرويد بتاعك والكمبيوتر، تمام؟ طبعا انت هتوصل اليو اس بي في التليفون وفي اللابتوب او الكمبيوتر بتاعك، تمام؟ بعد كده الخطوه اللي هنعملها بعد كده، اسف، هتروح على السيتنج بتاعت التليفون بتاعك، تمام؟ وتدخل على حاجه اسمها خيارات المطور، تمام؟ خيارات المطور او الديفلوبر تولز. طيب هتجيبها منين خيارات المطور دي؟ طبعا انا هروح افتح اشغل على طول اعمل شير لشاشه الاندرويد بس عشان اوري لك هنجيبها منين، تمام؟ تمام، انا هنا ظهرت شاشه الاندرويد بتاعي اهو، تمام؟ هنروح زي ما قلت على التولز او السيتنج بتاعت التليفون اهي، تمام؟ هدخل على السيتنج اللي احنا شايفينها دي، تمام؟ بعد كده هنزل تحت خالص، تمام؟ هلاقي حاجه اسمها اباوت ديفايس، هدخل على اباوت ديفايس او حول الهاتف لو انت التليفون عندك بالعربي، تمام؟ وبعدين هاجي هنا على الاندرويد فيرجن، هدوس عليها، اسف، هندخل على بيلد نمبر مش اندرويد فيرجن، هنيجي هنا على بيلد نمبر اخر حاجه وندوس عليها تقريبا 10 مرات، تمام؟ هندوس كده 10 مرات ورا بعض بايدينا على الشاشه، تمام؟ لحد بيقول لك ديفلوبر مود از ران او انيبلد او اي حاجه، تمام؟ هترجع تعمل رجوع، بعدين هتلاقي فوق اباوت هتلاقي حاجه اسمها ديفلوبر نزلت لك اهي، تمام؟ هتدخل على الديفلوبر اوبشن، تمام؟ هتنزل تحت شويه هتلاقي حاجه اسمها هنا يو اس بي ديبجنج، تمام؟ زي ما احنا شايفينها اللي هي ديت يو اس بي ديبجنج، هنعلم عليها علامه صح من هنا، تمام؟ دي اهم حاجه طبعا في الدرس بتاعنا النهارده، انت هتحط علامه صح على المربع دوت، تمام؟ بعد كده خلاص انت كده فعلت خيار اليو اس بي في التليفون بتاعك، تمام؟ تمام، بعد كده هتروح بقى تشغل البرنامج اللي هو الدرويد اد سكرين اللي هو هيكون عندك بالمنظر دوت، تمام؟ هتدوس عليه مرتين هيفتح معانا على طول بالمنظر دوت، هو اوتوماتيك
هيظهر لك شاشة الأندرويد، بس في حاجة كده في الأول ممكن ما تظهر لكش، يعني تظهر لك في الأول إن هو يظهر لك مربع يطلب منك ملف معين. طب إيه هو الملف اللي هو هيطلبه منك؟ تمام، إيه هو الملف اللي هو هيطلبه منك؟ هو هيطلب منك الملف اللي إحنا حملناه في الآخر اللي هو pdb.exe. تمام، طبعا أنت هتفك الضغط على الملف دوت، هيكون عندك 3 ملفات هتسحبهم بره كده. تمام، هيديلك 3 ملفات، هتقوم واخدهم كات وتروح على السي، وبعدين يوزر، وبعدين اسم الجهاز بتاعك. تمام، وبعدين ابلكيشن داتا، وبعدين لوكال، وبعدين اندرويد، وبعدين اندرويد اس دي كي، وبعدين بلاتفورمز. تمام، وهتحط هنا باست للـ3 ملفات اللي انت فكيت الضغط عليهم. تمام، بعد كده هو في المربع اللي هيظهر لك البرنامج هيدي لك براوز. تمام، هيدي لك براوز، هتدوس على براوز وتختار الملف اللي هو اي دي بي. تمام، من المسار اللي احنا دخلنا عليه دوت. تمام، المسار دوت اللي هو السي، وبعدين يوزر، وبعدين اسم الجهاز بتاعك، وبعدين ابلكيشن داتا، وبعدين لوكال، وبعدين اندرويد، وبعدين اندرويد اس دي كي، وبعدين بلاتفورمز. تمام، وتختار اي دي بي. تمام، اي دي بي اللي هو الملف الصغير دوت. تمام، بعد كده تدوس على اوكي. بمجرد ان انت تدوس على اوكي او تدوس او تعمل ريستارت اي دي بي، تمام، هتدوس هنا كده، هو اوتوماتيك هيظهر لك شاشه الاندرويد دلوقتي على طول. تمام، زي ما احنا شايفين ظهرت لي شاشه الاندرويد، بس واضح ان الشاشه كبيره قوي. فانت اول حاجه عشان تصغر شاشه الاندرويد بتاعك، تيجي هنا على علامه العدسه دي او علامه الزائد دي، بتدوس عليها وتبدا تتحكم هنا بالمؤشر ده كده. انا هصغر كده مثلا. تمام، اهو انا كده ايه ظهرت شاشه الاندرويد بتاعي. تمام، انا هنزل دي تحت كده اهو. هنا عندنا هنا الاوبشن بتاعت البرنامج، عندنا هنا شكل التليفون ده لو دوست عليه بيعمل لك روتيت او بيعكس لك شكل الشاشه زي ما احنا شايفين اهو. تمام، السهم ده بيلف لك الشاشه في اي اتجاه زي ما احنا شايفين. تمام، هنا طبعا بتتحكم في حجم الشاشه. تمام، هو بس بيظلم عندي لان انا عامل لوك سكرين، عامل باسورد للشاشه، فعشان كده بيظلم. تمام، عندك هنا تقدر تصور فيديو مثلا او اي حاجه، او تعمل كابتشر من شاشه الاندرويد بتاعك. تمام، بعد كده عندنا هنا الشاشه المنظر الكاميرا دوت بياخد لك برينت سكرين مثلا. انا هعمل برينت سكرين مثلا واحطها مثلا، خليها ماشي مثلا في نيو فولدر دوت، وبعدين اقول سيف. تمام، لو رحت هنا على نيو فولدر هلاقي اهو اخد لي صوره من شاشه الاندرويد بتاعي زي ما احنا شايفين من غير اي مشكله. تمام، يبقى احنا كده دلوقتي اتعلمنا ازاي نحمل البرامج، وازاي نسطبها، وازاي نزل شاشه الاندرويد. تمام، اهم خطوتين انك تدخل على السيتنج بتاع التليفون زي ما وريتك، وتفعل خيار اليو اس بي ديبنج. تمام، اللي هو في خيارات المطور. والخطوه الثانيه انك تفك لما يديلك براوز، في اول ما تسطب البرنامج دوت تختار الملف اللي هو adb.exe. تمام، عشان هو ده اللي هيشغل لك التليفون. طبعا عايز تقفله تيجي هنا علامه الاكس، وبعدين هنا تيجي تقفل البرنامج دوت كده، تقول له اوكي، خلاص انت كده قفلت. تمام، بمجرد فتح البرنامج بعد كده اي وقت. تمام، طبعا انت هتكون موصل التليفون بتاعك باليو اس بي. اي وقت تفتح فيه البرنامج اللي هو درويد اد سكرين، دوس عليه مرتين. تمام، هو اوتوماتيك هيظهر لك شاشه الاندرويد. تمام، زي ما احنا شايفين هو اوتوماتيك بيظهر لي شاشه الاندرويد. طبعا بتبقى كبيره زي ما قلت لك، بتصغرها من هنا عن طريق العدسه دي، وبعدين بتصغر بتسحب المؤشر ده تحت. تمام، وممكن كمان انك تصغر اكتر من كده اهو. تمام، زي ما احنا شايفين، زي ما انت عاوز. طبعا ليك مطلق الحريه في استخدام البرنامج ده. كده كان شرح بسيط لاظهار شاشه الاندرويد على شاشتك الكمبيوتر. تمام، في برضه حاجه مهمه عايز اوضحها، ان انت مش هينفع تتحكم في الاندرويد بتاعك من خلال شاشه الكمبيوتر. دي حاجه نسيت اقولها لكم في اول الشرح. تمام، هو الهدف من درس النهارده ان انت تصور شاشه الاندرويد بتاعك فيديو. لو انت مثلا صاحب قناه وبتعمل فيديوهات، او عندك موقع او كده وعايز تعمل الحاجات ديت، فده الهدف انك تظهر شاشه الاندرويد على شاشه الكمبيوتر، لكن مش الهدف انك تتحكم في الاندرويد عن طريق الكمبيوتر. ده مش هينفع، ده ان شاء الله هيكون لي درس لوحده، ان شاء الله هحاول اعمله لكم في اقرب وقت. تمام، اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم، وكل الناس استفادوا منه ان شاء الله. لينكات التحميل كلها هتكون موجوده تحت الفيديو على موقع اوريجن سوفت وير، وان شاء الله تزورونا في شرحات قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.